مرحبا بكم متابعي الاعزاء، مرحبا بكم في وصفه اخرى اقتصاديه سهله وسريعه. كنتمنى كاملين تبعوني حتى الاخير وتشوفوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير. كيف ما كيبان لكم هادو هما المقادير ولا المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه. كيف ما كتبان لكم وصفه سهله اقتصاديه، وكنتمنى كاملين تجربوها، ان شاء الله غادي تعجبكم. اول حاجه كيف ما كيبان لكم غنحتاجو السردين اللي نقيناهم طبيعه الحال من قبل، كيف ما كيبان لكم هنايا نقلته من دوك المرايات ديالو، نقيته من الشوك. وغادي نحتاجو فلفله خضراء ولا ممكن ديرو الوان، غنحتاجو باذنجان، غنحتاجو 4 د الحبات ديال الطماطم. اول حاجه غادي نديروها غادي نقردو الدنجال دوائر بهذه الطريقه. من طبيعه الحال كلكم كتعرفوا تقردوا الدنجال. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، كتجي خفيفه ما كثيرش فيها الشرموله وكتجي لذيذه جدا. غنقردوا الباذنجان دوائر بهذه الطريقه، نحاولوا نقردوه يكون شي شويه رقيق. كيف ما كتشوفوا انا درت جوج حبات ديال الباذنجان، ولكن نتوما غادي تشوفوا على حساب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم وعلى حساب الكميه اللي بغيتوا. تقدروا تضيفوا غير باذنجانه وحده ولا تزيدوا اكثر. كيجي مشوي وكيجي محمر شي شويه ومقرمش، كيجي رائع جدا، ما تشبعوش منه. ومن بعد غادي نضيفو فلفله خضراء كيف ما قلت لكم قبيله. انا هنا ضفت جوج حبات ديال الفلفل الاخضر، ولكن نتوما تقدروا تضيفوا الفلفل الاحمر ولا الاصفر على حساب الرغبه ديالكم وعلى حساب منين توفر عندكم. غادي نستمر حتى نقردو كاع الكميه اللي عندنا. ومن بعد هنايا غادي نحتاجو الطماطم اللي غادي نقردوها حتى هي دوائر. من بعد غادي ناخذ واحد الطاوه اللي غادي تدخل الفرن، غادي نوضعو فيها واحد شويه ديال زيت المائده وواحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نديرو السرديل غادي نستفوه في واحد الاتجاه كيف ما كيبان لكم. ومن بعد غادي نتبعوا الباذنجان، وغنتبعوا الطماطم والفلفل الاخضر. غادي نحاولوا نصطفوا الطاو ديالنا. كيف ما كيبان لكم تنحاولوا نلعبوا بالالوان باش يعطيونا واحد الشكل اللي جميل. وكيف ما قلت لكم قبيله انتم تقدروا تحكموا في الكميات ديال الخضر والسردين بطبيعه الحال. من بعد ما استفنا الخضر ديالنا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون من الفوق بهذه الطريقه. ملي كنديروا ديك الزيت من الفوق كتجي محمره الخضره ديالنا. غادي نضيف واحد شويه ديال الملح من الفوق،
غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل الاسود ولا بزار، وغادي نضيف واحد شويه ديال الكمون، واحد رشه خفيفه، ومن بعد غادي ندير واحد الفص ديال الثوم ولا واحد جوج فصوص ديال الثوم، غادي نحكهم فوق هذيك الخضره، باش تعطينا ديك النكهه ديال الثومه. كنحاولوا نديرو كميه قليله ديال الثومه، وكيف ما كيبان لكم هذه الطاوه ديالنا دابا غادي ندخلوها للفرن حتى تحمر، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. من بعد ما تحمرت لي الطاوه كيف ما كيبان لكم كنحاول انا نقرمشها شويه، كيف ما كيبان لكم الشكل ديالها كيجي رائع جدا، وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. كيف ما كيبان لكم الخضره كتجي محمره ومقرمشه، والسردين حتى هو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم، وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش ندموا عليها. وكنتمنى اللي اول مره كيشاهد القناه ديالي ما يبخلش عليا ويدير جيم ويدير ابوني، وما ينساش تفعيل الجرس كيف ما كنقول لكم دائما، لان الجرس مهم. ملي كتفعل الجرس في شي قناه كيجيوك دائما الاشعارات بالفيديوهات اللي تحطو جداد. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، خصوصا العشاق ديال السردين بهالطريقه. كنتمنى كاملين تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش ندموا عليها، وغادي ترقكم وغادي تبقاو ديروها دائما. وصلت معكم لنهايه الفيديو، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله، وكنتمنى تتبعوني دائما وتشوفوا الفيديوهات الاخرى اللي في القناه، ان شاء الله غادي يعجبكم. وكنتمنى نلقاكم فيديو اخر بخير وعلى خير، وسلام وصفه اخرى ان شاء الله.